بس عاوزين نخرج بقى من القاهرة الخديوية أو نطلع من وسط البلد ونروح للعاصمة الإدارية الجديدة، لأن العمل بيتم في كل يعني شبر موجود في مصر. عاوزين نعرف الموقف التنفيذي للمشروعات اللي بتتم هناك وصلت لحد فين، ونشير برضو لباقي المدن الذكية. طبعا يعني المدن الجديدة وعلى رأسهم العاصمة الإدارية الجديدة في اهتمام ومتابعة يومية. دي بقى يعني حقيقة من سيادة الوزير للمشروعات اللي بتتم هناك. وزاره الاسكان بتقوم بدورها هناك ممثله في هيئه المجتمعات، بتنفذ مشروعات سكنيه وبتنفذ مشروعات استثماريه وبتنفذ مشروعات المرافق البنيه التحتيه للمرحله الاولى بالكامل. فاحنا شغالين في المرحله الاولى اللي هي 40,000 فدان، الحمد لله وزاره الاسكان نفذت فيها حوالي 20% من المرافق اللي موجوده هناك، المايه والصرف وبعض المرافق المرتبطه الاخرى. وطبعا على راسهم مرافق الحي الحكومي اللي ان شاء الله هيكون جاهز للانتقال الحكومه طبقا للانتقال الحكومه طبقا لتوجيهات سياده الرئيس. عندنا طبعا الاحياء السكنيه، الحي السكن الثالث والحي السكن الخامس. وزاره الاسكان الحمد لله احنا في الحي السكن الثالث نفذنا بنسبه 98% الانشاءات في الحي وتشطيباته. يمكن حضراتكم شفتوا الفيديو اللي عرضناه من يومين على موقف الانشاءات اللي تمت في العاصمه هناك. بالاضافه طبعا للحي السكن الخامس اللي احنا بنسميه دلوقتي نيو جاردن سيتي، وده على طراز معماري الجاردن سيتي المعروفه المشهوره عندنا في القاهره. طبعا بالطراز معماري نفس الشكل المعماري، بالتحسينات اللي كانت موجوده زمان اللي مع الزمن بدات تتاكل، لا جددناها تاني بشكل مميز جدا في العاصمه. حوالي 20,000 وحده سكنيه، نسبه التنفيذ فيهم تخطت ال 45% الحمد لله. بالنسبه طبعا لوزاره الاسكان بتنفذ برضو المنطقه المركزيه للاعمال، ودي يعني دره التاج في العاصمه الاداريه الجديده اللي هي محطيه الابراج، اللي هتكون يعني حاجه مميزه جدا للعاصمه الاداريه الجديده. 20 نقله نوعيه الحقيقه لشكل الاسكان في مصر العاصمه الاداريه الجديده.